الزمالك والاسماعيلي والاهلي وكل الانديه، ده حسب تصريحه. طب ما سانيش الاسماعيلي اول امبارح ليه؟ اول امبارح بس، مش من سنتين، مش جون اويري والعقوبه السابقه اللي اتخصم على الاسماعيلي فيها 6 نقاط، لا الاسماعيلي لسه اول امبارح اضطر انه يدفع 550 الف دولار لنادي غاني عشان انتقال جون انطوي من الاسماعيلي للشباب السعودي قبل كده. النادي الغاني اللي يملك بطاقه جون انطوي خد حكم على الاسماعيلي الزمه اول امبارح، هو ده اللي يعنينا بقى يا استاذ، 550 الف دولار الاسماعيلي دفعهم رغم انه مش يعني ظروفه كلكم عارفينها. هنا لماذا يسكت وزير الشباب والرياضه عن مخالفه صريحه تسد عين الشمس من اتحاد الكره ارتكبها الاتحاد والمهندس هاني ابو ريده باعتراف العميد ثروت سويلم انه دفع عن مخطئ 300 الف دولار؟ ده انحياز ولا مش انحياز؟ ده اهدار ملعب ولا لا؟ زي ما المهندس عادل قال هيتقال دي فلوس مستحقه للنادي، واين بقيه الانديه؟ على الفور لازم تدفع للنادي الاهلي مستحقاته. انا عايز اضيف شويه حاجات. لازم تدفع للنادي الاهلي مستحقاته فورا، ما دام عندك فلوس تدفعها ولسه ما جاتلكش اموال المونديال لازم تدفع ده على وجه السرعه لكل الانديه، والا الاتحاد منحاز والوزير ساكت على هذا الانحياز وهذا التجاوز المالي.